اسمح لنا دكتور حامد، متابعين للعملية الانتخابية وعملية تصويت المصريين في الداخل في هذه الانتخابات الرئاسية 2024، ينضم إلي مباشرة من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات محمود جميل. محمود، برحب بيك وضعني في صورة متابعة الهيئة الوطنية للانتخابات لعملية تصويت المصريين حتى اللحظة. أرحب بك هبة وبكل السادة المشاهدين مرة أخرى من داخل مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، وتحديدا من غرفة العمليات الخاصة بالهيئة. نتابع معكم متابعة الهيئة لسير العملية الانتخابية في كل المحافظات واللجان العامة المختلفة. الهيئة تتابع هذا العمل منذ 9 صباحا وحتى هذه اللحظات، وستستمر في المتابعة على مدار اليوم. هناك ثلاث نقاط يعني نريد أن نتحدث عنهم في هذه الخدمة، وتحديدا متابعة الهيئة يعني الإرشادات المتعلقة بالسادة المواطنين الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم، حيث يعني قامت الهيئة بتعريف المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالأساليب التي قد تؤدي إلى يعني إبطال التصويت الخاص بهم، وحذرت الهيئة الناخبين من استخدام القلم الرصاص خلال يعني الإدلاء بصوت أو اختيار أكثر من مرشح، أو إبداء أي علامة شخصية تدل على شخصيته، أو إبداء رأيه بخلاف بطاقة الاقتراع التي قام قاضي اللجنة بتسليم هذه الورقة له. ثم أيضا التأكيد على نقطة أخرى تتابعها اللجنة من خلال الاتصالات الدائمة باللجان العامة على مستوى المحافظات، هي نقطة هامة جدا وحريصة عليها الهيئة وهي الخاصة بالوافدين. هناك بعض يعني الاتصالات التي تلقتها اللجنة فيما يتعلق بالوافدين وتصويتهم، وتم التأكيد في هذه النقطة من خلال الاستفسارات التي أتت إلى اللجنة بأن الوافد لابد أن يعني يكون موضح ببطاقة الرقم القومي أنه من خارج هذه المحافظة، ولابد أن يذهب إلى اللجان المخصصة للوافدين. نتحدث على أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعدت أكثر من 300 لجنة للوافدين على مستوى المحافظات المختلفة، وأيضا تم التأكيد وإتاحة الفرصة في كيفية معرفة لجان الوافدين من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات واختيار لجان الوافدين، ويختار الوافد اللجنة الأقرب له في منطقته أو في المنطقة التي يريد أن يدلي فيها بصوته، ثم يذهب مباشرة إلى هذه اللجنة والقيام بعملية التصويت. ثم أيضا النقطة الأخرى الهامة هو التأكيد على السماح لكل من صدر له تصريح سواء من وسائل الإعلام المحلية أو الدولية، وأيضا للمنظمات المحلية والدولية بمتابعة الانتخابات الرئاسية في كل المحافظات. نتحدث عن أن الهيئة أتاحت ما يقرب من 14 منظمة محلية ودولية، بالإضافة إلى تصريح ما يقرب من 528 متابع دولي، بالإضافة إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة هنا في مصر لمتابعة هذه الانتخابات. هذه الغرفة من داخل الهيئة الوطنية للانتخابات، هناك عدد من الشاشات المتابعة من خلال القنوات التلفزيونية للجان، وأيضا من خلال الفيديو كونفرنس مع رؤساء اللجان العامة، وأيضا التعامل، لأن لاحظنا منذ الصباح هناك كثافة على عديد من اللجان كما صرح المستشار أحمد بن داري المدير التنفيذي للمدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات من خلال التواصل مع كل رؤساء اللجان العامة، أن هناك كثافة كبيرة للمواطنين في مختلف المحافظات، فيتم التعامل مع هذه الكثافة من خلال التنسيق والتأمين الجيد، وأيضا تقديم الدعم لهم، ويعني إذا كان هناك أي عقبات، ولكن حتى الآن لم يتم رصد أي مشاكل تعوق سير العملية الانتخابية. العملية تسير في سهولة ويسر، مع أيضا تقديم مزيد من الإجراءات التيسيرية للمواطنين الناخبين سواء المتعلقة بالمقاعد لكبار السن أو حتى للكراسي المتحركة أو حتى الإرشادات الخاصة بذوي الهمم، وأيضا التأكيد على السادة القضاة كما تحدثنا، نعم، بالسماح لكل المنظمات التي لديها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات بمتابعة هذه الانتخابات وأيضا متابعة التصويت. وستستمر هذه العمل اللجنة، هناك في 4:30 عصرا سيكون هناك مؤتمر صحفي للحديث عن آخر المستجدات من خلال متابعة
متابعه غرفه العمليات بالهيئه الوطنيه للانتخابات بكل المحافظات. محمود، ستظل مستمره معك ومع زملائنا الكرام في مقر اللجان الانتخابيه المختلفه. محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من مقر الهيئه الوطنيه للانتخابات، اشكرك.